نحن وياك كنا نشوف الحلقة الأخيرة من أغاني منسية قبل ما يتوجه زميلنا بيدرو الحجي لبيروت، أكيد بفرصته خلال موسم فصل الصيف اللي منتمنى أكيد تكون رحلة موفقة. ولكن اليوم لنشوف كمان الغنية اللي محضرنا إياها من مكتبة راديو توأمية أستراليا الغنية بالأعمال الفنية اللي كتار منكم نسيوا، عم نرجع منتذكرها سوا بهيدي الفقرة، فقرة أغاني منسية عبر هوا راديو توأمية أستراليا. من مكتبي أستراليا. تبعين نحن إياكم مع فقرة أغاني منسية عبر هوا راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. من أي مكان عم بتابعونا بأستراليا وحول العالم، زميلنا بيدرو اللي أصبح جاهز وحاضر لحتى نتابع نحن وياكم فقرة أغاني منسية عبر هوا راديو توأمية. بيدرو يعطيك العافية وصباح الخير. صباح الخير كلود لإليك، صباح الخير لكل مستمعينا. اليوم نهارنا كتير مميز كلود، من بعد أكثر 3 أشهر بهالفقرة المميزة رح نكون نحن وياكم بعد لحظات مع النجم العربي كلنا منحبه، وكان قبل شوي صغيري معنا، أنا محضر له مفاجأة هلأ للنجم العربي كلود. قبل ما بلش بدي اتوجه بتحية لكل مستمعين إذاعتنا، لكل اللي حبوا هالفقرة الصباحية، لكل اللي بعدهم متعلقين بجذورنا اللبنانية والعربية بهالتراث الفني الكبير اللي عم نقدم لهم إياه. هيدي أغاني منسية أنا وياك غصنا بهالمكتبة الموسيقية الرائعة، واليوم رح تكون حلقة مميزة كمان كلود. أكيد مع النجم العربي وليد توفيق، مثل ما سبق وذكرت هو صديق للإذاعة ومقرب لإذاعة راديو توأمية، كان عنده إطلالات كتيرة حسب ما عرفت منك تحت الهواء بيدرو، أنه وصلنا تحية لمستمعي راديو توأمية، فهيك خلينا نسمعها كلود، خلينا نسمعها. بس قبل ما نسمعها نحن عاملين له اياها مفاجأة، منو عارف اي اغنية رح تكون معنا عبر الهوى. نعم. هي اغنية من بداياته، معروف وليد توفيق خلق. نعم. بطرابلس، وهو اسمه الحقيقي وليد توتنجي. كنا اكيد تبعنا تحت الهوى كنا عم ندردش بالنسبة للفنان وليد توفيق اللي وصل هيك رسالة لمستمعين راديو توأمية وللإذاعة، بنسمعه. كان عم يتابعنا من لحظات. ايه. يلا. الصديق الغالي بدر والعزيز كلود خوري، بدي هنيكم من كل قلبي على برنامج أغاني منسية. فعلا برنامج حلو، عم تضوى على أغاني زيت قيمة، أغاني قديمة راحت بعالم النسيان شوي، عم بترجعوها للناس يسمعوها ويتمتعوا فيها. أنا من كل قلبي بهنيكم، وأنا بدي أشكركم لأنكم دايما بتتذكروني ودايما منكم مع بعضنا بإشياء حلو مع الناس. وبعدين بدي هنيكم أنه دايما عم تركزوا على الأغنية اللي فيها مستوى، اللي فيها كلام حلو ما في إسفاف، لأنه بزمن اليوم زمن ملوث من كل النواحي، سياسيا وفنيا ومن كل النواحي. تحياتي لكم. خلينا نشوف شو راح تسمعونا اليوم من الأغاني المنسية. خلينا مع بعض نسمع كلود وبادرو شو حيسمعونا من برنامج أغاني منسية. يلا مع بعض. يعني أنا عم شوف هلأ الفاينل بين إيدي بالأسود والأبيض، عم شوف وليد توفيق هالشاب اللي عمره أقل من 20 سنة اللي لمع بالسبعينات وبعده محافظ على نجوميته لحديت اليوم، وقدم لنا أعمال كتير راقية وكتير مميزة. نعم، أكيد تحية الفنان وليد توفيق اللي كان وجه تحية لمستمعين راديو توأمية، وعرف أنه وأكيد أثنى على هيدي الفقرة عبر هوا توأمية أستراليا لنرجع نذكر بالأعمال الفنية اللي حبيتوها ولكن نسيتوها. فإذا منرجع لوقت ما كان شاب وانطلاقته، خلينا أكيد ننزل هالإبري على الباينل. صار ريدي؟ يلا كلود، منعد 1 2 3. Thank you.
أملنا الحب وراح وبطلنا من غير جناح. أملنا الحب وراح وبطلنا من غير جناح. للحب نجام ليالي ونعيش ليالي توفيق. استمعتوا لها ضمن أغاني منسية من مكتبة راديو توأمية أستراليا. يعطيك ألف عافية على هالاختيار الحلو بدرو. بدرو شكرا كتير أنك تذكرتني بهالبرنامج وحطيت أغنية بحبها كتير من كل قلبي، هي يا زارعين الورد، ألحان الملحن رفيق حبيقة وكلمات ميشيل طعمي. وهالأغنية بتعني لي أنه كانت من الأغاني الصعبة اللي غنيتها ببداياتي بعد بهية وبعد أمر الليل. كتير أنا بشكركم من كل قلبي وتحياتي لكم ولكل العاملين بالإذاعة. وليد توفيق. كلود، أغنية من السبعينات تقريبا، كتب كلماتها ميشيل طعمي، لحنها رفيق حبيقة، أغنية طربية بامتياز، فيها الأفلات وفيها الجمل الموسيقي الرائع اللي عودنا عليها رفيق حبيقة. وليد توفيق الصوت طربي رائع، نوى فيه الكبار، تعامل مع الكبار، عاصر الكبار. يعني عم نحكي بعبد الوهاب، عم نحكي بعبد الحليم، عم نحكي بوديع الصافي، سفيرتنا للنجوم شحرورة. هيدا هو كان اليوم معنا الصديق للإذاعة وليد توفيق. تحية لك، حبينا اليوم نكرمك عبر هوا إذاعتنا. وإنهي أنا وياك كلود هالفكرة مؤقتا على أنه ارجع لمكتبة راديو توأمية أستراليا، أربعة أشهر بقلب هالمكتبة، بحق لي هيك روح على وطن الأرز والجمال لبنان، تتابع السياحة الموجودة اليوم بلبنان، تنواكب عرس لبنان بهالصيفية الرائعة. رغم كل شيء كلود، مثل ما ذكرت ومثل ما بضل قلك، لبنان ما بيموت. لبنان نعم. بلد الحياة، بلد الفنانين، بلد القديسين، ثقافي وجميل. يعني وأنا عندي ثقة بهالبلد، مزبوط. وأنا أخد عائلتي كلود، ورغم كل الأوضاع اللي عم يخوفونا منها، متكلين على الله، ومنطلب من كل أبناء جاليتنا اللي مخطط يروح على لبنان صيفية حلوة، صيفية حامية. نعم. مع كل هالنجوم، مع كل مناظر لبنان الحلوة، ما تأجلوا. نحن بنتمنى لك أكيد رحلة موفقة، وأكيد رح نبقى على تواصل لتحطنا بأجواء لبنان الحلوة بموسم فصل الصيف، وربنا يقطع المرحلة على خير وسلامة وترجع الأحوال لحتى تستقر ويكون في هدوء استقرار وازدهار لهالبلد اللي بنعشقه. أكيد مع هالغنية الحلوة، وشكرا لهالكلمة الحلو والمشجع للفنان العربي ولي توفيق. وأنا بدوري بدرو بدي أتمنى لك
لك بدي أتمنى لك رحلة موفقة، تقضي صيفية رائعة مع عائلتك وترجع لنا بسلامة كمان. شكرا كلود، بنضل على تواصل دايم تننقل أخبار وطننا الحبيب لبنان، وتنكفي نحن بهالرسالة الإعلامية نحن وياكم مع الراديو توامي أستراليا. تحية لكل الزملاء، تحية لقبطان السفينة سيد مرعي على هالمكتبة الموسيقية اللي أنا بفتخر فيها، بفتخر إني أنا بهالإذاعة، وبفتخر إني أنا غصت بهالمكتبة اللي عمرها من أكثر من 30 سنة. تحية للجميع، بودعكن، بلتقى فيكن قريبا عبر الهواء من وطن الأرز والجمال لبنان. شكرا اذا لزميلنا بيدرو الحجي، انا بدوري بدي اتمنى لكم بقيه نهار حلو مع زميلي كاتيانا، رح تتابعوا مشوار المونيك شو. شكرا للمتابعه ودلو بالف مباشره من سيدني استراليا عبر موقع واحد مميز لبنان ان استراليا ويب ديلي نيوز، اخبار العالم بين يديك باداره الاعلامي بيدرو الحجي.